مشاهدين ساعة مع نبال نساء الأنوار. النهاردة عندنا حكاية وقصة وموضوع. انتوا عارفين دايما ان الراجل والست دايما بينهم صراع، كل واحد شد وجذب وكل واحد عايز يثبت انه أقوى من التاني. لكن الراجل دايما بيتقابل مع الست ودايما حاطط كارت ورا ظهره. الكارت ده بيستخدمه في وقت معين وبأسلوب معين، أول ما تبقى قاعدة وبتتكلم أو بتقول رأي أو بتعبر عن ذاتها على طول يقوم مطلع الكارت اللي معاه ويوريه لها. ناقصات عقل ودين. هل يجوز إن احنا نقول على المرأة ناقصة عقل ودين وهي أمي وأختي وبنتي وزوجتي؟ هل ينفع إن احنا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قلل من المرأة وإنه قال عليها إنها ناقصة عقل ودين وإن هي يعني ليها معاملة مختلفة، وهو اللي قال رسولنا الكريم استوصوا بالنساء خيراً، وهو اللي قال اتقوا الله في النساء؟ هل يجوز ان احنا نقول ان المرأة ناقصة عقل ودين وهي السيدة خديجة وفاطمة وعائشة ومريم ابنة عمران؟ ليه بناخد المفاهيم بشكل غير سليم؟ ليه بنوظف الجمل ونحطها في الأماكن على هوانا لأغراض معينة جوانا؟ المرأة هي أساس المجتمع، هي العمود، هي العمود الأساسي للبيت وللأسرة، هي أصل البشرية. الناس اللي أخدوا جملة ناقصة عقل ودين وحوروها لأغراض خاصة بيهم، إزاي المرأة تتوصف بكده وهو ربنا سبحانه وتعالى كرمها في القرآن بصورة موجودة باسمها وهي سورة النساء؟ المرأة موجودة كتفها بكتف الرجل. الإسلام ادها الحقوق وادها القوة وادها الكيان وقدرها، هي مسؤولة زيها زي الراجل بالظبط، لو ما كانش كمان أعلى منه. إزاي نوصفها بالنقص؟ احنا النهاردة مش جايين عشان نتكلم عن الحديث ولا على شرحه اللي قاله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن احنا جايين عشان نسلط الضوء النهاردة في ساعة مع نبال على الأخطاء في الفهم والمعاني في ناقصات عقل ودين. مشاهدين ساعة مع نبال، أهلا بيكم بعد الفاصل. محترفين فعلا، عندهم قدرة مش عادية، عندهم قدرة احترافية على تغيير المعاني وعندهم لباقة وقدرة على الحوار ان هم يغيروا المعنى ويغيروا المضمون. الناس دي استخدموا جملة ناقصات عقل ودين سلاح ضد المرأة. والله زي ما بقول لكم كده، استخدموها سلاح ضد المرأة علشان يعرفوها ان هي ان الإسلام قلل منها او ان هي ملهاش حقوق او ان هي مش يعني مفيش مساواة بينها وبين الرجل. ولو الست اتكلمت ولا اعترضت على طول يقول لها الحديث، تقوم تسكت، الرسول هو اللي قال كده
ازاي انا هقول انه ما قالش؟ شوية يقولوها بتهريج وشوية يقولوها بجد، المهم ان الكارت لازم يظهر ولازم يوقفوها عند حدودها. هكمل معاكم الحكاية، بس انا معايا الدكتور محمد السيد، استاذ الصحة النفسية والسلوك الانساني. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ نبيل وكل الساده المشاهدين. وحضرتك بألف خير. الله يحفظك. حضرتك، المقولة ناقصات عقل ودين استخدموها كدستور حياة يعني يقللوا من قيمة المرأة أو يعني ينتهكوا حقوقها، حضرتك رأيك إيه في الكلام ده؟ أولا بشكر حضرتك على الموضوع لأن الموضوع مهم جدا، والحقيقة بيستخدم سلاح ذو حدين. يعني بعض الناس بتستخدمه زي ما حضرتك ضربت في مثال ان هو يعني من نوع الملاطفة أو الضحك، وبعض الناس بتاخد الموضوع لأن تقليل من حق المرأة. تمام. خليني أوضح أولا أن أي نفس بشرية فيها قدر من النقص، ولولا هذا النقص لما استقامت الحياة. أي نفس بشرية سواء رجل أو امرأة، احنا عندنا معادلة كده تقول أن عقد النقص عند الإنسان هي المحرك الأول للسلوك الإنساني في الحياة. يعني الواحد اللي عنده نقص في العلم بيسعى أن يكمل فبيدرس، عنده نقص في المال بيسعى أن يشتغل أكثر عشان وهكذا يعني. تمام. النقص جزء رئيسي في النفس البشرية. تمام. موضوع ناقصات عقل ودين هو موضوع مقيد لا موضوع مطلق. موضوع مقيد لا موضوع مطلق، يعني ما ينفعش اقول المراه ناقصه عقل ودين في كل مناحي الحياه، لا، ده الموضوع دوت موضوع مقيد، مقيد بالشهاده بتاع المراه وبالفتره التي يعني المراه بترفع عنها الصلاه او خير من الناحيه الدينيه، وده مش كلامي طبعا، ده كلام علماء الدين وهم يجيدوا في هذا الامر اكثر من اي شيء. فمعنى ان احنا نطلق المقيد على العموم ده في حد ذاته يعني إهانة صريحة للمرأة، وهذا لا يقبل إطلاقا لا من الناحية النفسية ولا من الناحية الاجتماعية ولا حتى من الناحية الدينية. ليه يا دكتور بيستخدموا الجملة بشكل قوي وخلوا المرأة بتدور على حقوقها وعلى المساواة، وهو ده أصلا في الأساس تواجد في الدين الإسلامي، وإن المرأة ليها يعني كام يعني كافة الحقوق وحقق لها المساواة بينها وبين الرجل؟ هل احنا الرجاله او الناس اللي مش هقول بقى الرجاله لان في بعض السيدات يعني صدقوا بالفعل ان هم ناقصات عقل ودين، لكن عايزه اقول ان هل فعلا من كتر تكرار الجمله وبقت الست فعلا بالفعل حاسه ان هي ما لهاش حقوق وما لهاش قيمه؟ لا، اذا المراه ظنت في وقت من الاوقات ان هي ما لهاش حقوق وما لهاش قيمه، ده بيكون مشكله شخصيه عندها في بنيتها النفسيه، او الراجل نفس الطريقه ان هو يشعر ان هو قليل الرجوله او قليل الكلام اللي زي كده يعني. فده بيكون مشكله نفسيه بعيدا عن تكرار الكلام. احنا عندنا قاعده دايما بتقول يا استاذ نبال كاتب ان مهما يقال في العالم الخارجي لا يمكن ان يفت في عضدنا احنا الا اذا سمحنا لهذا الكلام ان يتواغل في داخلنا. يعني لو حد قابلني في الشارع مثلا وقال لي انت ناقص عقل ودين، انت دماغك على قدك، انت مش عارف ايه، كلام من هذا القبيل، هذا الكلام محال ان هو ياثر فيا الا لو انا سمحت لهذا الكلام ان يدخل في داخلي ويتوغل ويتخمر ويصبح حقيقه او انا اصدقه. فبالتالي هنا في الحاجه دي، في الحاله دي بنسميها مرحله الهشاشه النفسيه، ان احنا عندنا النفس بتاعتنا هشه بحيث ان اي مثير خارجي يقدر يعبث فيها بشكل او باخر. يعني حضرتك يعني حضرتك يا دكتور عايز تقول ان برضو المراه ليها يد في المقوله دي وفي الجمله دي، ان هي فقدت حته الثقه بالنفس، وبالتالي هي لما بتتوجه ليها الجمله بتسكت او ما بتقدرش انها ترد او انها تتكلم او انها تدافع عن نفسها، او هي بالفعل شايفه من كتر ما صدقت خلاص ان هي فعلا المقوله دي عليها ان هي عايزه تدور على حقوق ليها وعايزه الجري اللي هي عماله تجري في الدنيا. يعني فيعني حضرتك تقول كلمة أخيرة لكل ست النهاردة على جملة ناقصات عقل ودين.
أنا بقول زي بقول الكلمة اللي إحنا بدأنا بيها، إن هذا الأمر مقيد جدا ومخصوص جدا وليس في العموم، مفيش امرأة في كل نواحي الحياة ناقصة عقل ودين. النقطة الثانية إن كلمة كان بيقولها الأصمعي، والأصمعي ده كان من العلماء الكبار، كان يقول: وبعض النقص في الكلام كماله، يعني بعض النقص أحيانا في المرأة هو عين الكمال في حد ذاته. يا أستاذة نبال، إحنا عندنا مثلا قاعدة حتى في الدين، احنا لما نيجي الامام مثلا يقول الناس استقيموا يرحمكم الله، بيقفوا خطوط مستقيمه، عند تمام. الكعبه بيقفوا خطوط دائريه. الاستقامه في وضع معين تعني الخط مستقيم، وفي وضع معين تعني خط دائري. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما عليه يقول: الصلاة استمتعوا بهن على عوج، ده العوج ده هو عين الكمال في حد ذاته. يعني لو المراه ما عندهاش هذا النوع من الاعوجاج، او النوع من يعني اللي احنا بنسميها الانوثه في هذا الوقت الحالي، يبقى الانسان يعني لم يتزوج. وبالتالي بعض النقص في الكلام كمان، يعني هذا النقص في حد ذاته هو عين الكمال يا جماعه، وليس اهانه للمراه اطلاقا. دكتور، ثم ان اقول بس كلمه اخيره لكل اتفضل امراه: ان اتفضل. عليك ان تقبلي نفسك، ان انت ان المراه دائما هي الاصل، الاصل في كل شيء، الاصل في المجتمع، والاصل التي أتى بالجيل، والأصل الذي يربي، والأصل الذي ينشئ، والأصل الذي كل شيء. والمجتمعات المتحضرة دائما تقدم درجات المرأة على الرجل، وإحنا عارفين المقولة اللي هو ليديز فيرست، السيدات أولا في تمام. كل شيء. المجتمعات المتحضرة تقدم المرأة دائما وترفعها على العين. دكتور محمد السيد، أستاذ الصحة النفسية والسلوك الإنساني، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. زي ما قلنا إن المرأة هي أساس المجتمع وهي أصل البشرية، ما ينفعش إن احنا نقول ليها ونوجه ليها جملة زي دي. من كتر ما الراجل كررها أو الناس كرروها، الست بالفعل صدقتها، وصدقت فعلا انها ناقصه عقل ودين. استخدموا الجمله او العباره دي ضد سلاح ضد المراه، بيظهروا في وقت معين وفي توقيت معين عشان يقلل منها ويقلل من قدرتها ومن قيمتها. الموضوع ده خلى الست تجري في الحياه، عماله تدور على حقوقها، عماله تدور على المساواة، ومؤسسات يعملوها، وجمعيات حقوق المرأة، وبتطالب بحق المرأة والمرأة، ونتكلم كتير وكتير وكتير. والحق ده موجود، حقك ده موجود، موجود في دينك، ربنا اداهولك، إن الست زي الراجل في مساواة بينهم، الثواب والعقاب واحد. انت من كتر ما تكرر والناس اللي حواليك يكرروا كتير ورددوا كتير ناقصات عقل ودين، اقتنعتي ان انت ناقصة عقل ودين. ابدا. ده خلانا ندخل في صراعات مع الراجل، ندخل حلبة ملاكمة، عمالين نتصارع علشان ناخد حقوقنا، وحقوقنا دي موجودة قدامنا، ازاي احنا مش حاسين بيها، وازاي احنا مش واخدينها. هل المشكلة عندنا، ولا المشكلة في الناس اللي بتربي الأجيال وبتعلمهم ان المرأة ناقصة عقل ودين؟ المشكلة فين؟ بنردد الكلام وبنردد الجمل، وبنربي أجيال ورا أجيال بالفكر ده، بالفكر إن المرأة ناقصة عقل ودين، وبالتالي ده بينعكس في المعاملة وفي الأسلوب وفي نظرته للمرأة. أنا معايا الدكتور شريف أبو فرحة. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي وكل الساده المشاهدين، كل عام وانتم بخير. حضرتك دايما منورنا في ساعه مع نيبال. ربنا يبارك في حضرتك، ده نورك. دكتور شريف، ايه راي حضرتك في المقوله ان المراه ناقصه عقل ودين، وان دايما الجمله دي بتتردد ودايما بتوجه الى المراه؟
هو للأسف بعض الرجال اللي بيستخدموا جزء من الحديث النبوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيستخدموه خطأ وفي غير موضعه، وما قروش بقية الحديث أو ما يعرفوش بقية الحديث، تمام. لأن هو في الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في يوم عيد، فوجد بعض النساء في الصلاة، فبيقول لهم النص بقى نركز معاه: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فكلمة نقصان العقل هنا مش معناها إن هي ما بتفهمش، يعني بتطير دماغ الرجل الحازم، أهو أذهب للب الرجل الحازم، تمام. ولكن المقصود بيها إن شهادة إحداهن بنصف شهادة الرجل، والسبب في دي معروف، إن ربنا سبحانه وتعالى رزق المرأة الكلام الكثير عشان كلنا نتعلم الكلام منها كأطفال صغيرين. ما هي لو ماما ما بتتكلمش وبابا ما بيتكلمش إحنا مش هنعرف نتكلم، صح؟ فلازم ماما تتكلم كتير، فكثرة الكلام بتنسي، تخلي الواحد ينسى. وفي الآية تنسى إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، وبالتالي مش مقصود بكلمة نقصان العقل لعدم رجاحة العقل، لا، ولكن عدم القدرة على التذكر الكامل. ونقصان الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه على بنات آدم في العادة الشهرية، وبالتالي بيفوتها بعض الفروض. هل حضرتك يا دكتور بتشوف ان نسبة المشاكل اللي ظهرت في المجتمع في الفترة الأخيرة نتيجة يعني هي ناتجة نتيجة ان احنا ربنا اجيال بينظر الى المرأة على انها ناقصة عقل ودين؟ للأسف ده جزء عامل مهم جدا من العوامل اللي بتحدث المشاكل عندنا. ان احنا عندنا مفاهيم خطأ حول المرأة، ومفاهيم خطأ حول الرجل، ومفاهيم خطأ حول القوامة، ومفاهيم خطأ حول الذكورة والأنوثة. يعني الموضوع فيه كم كبير من اللبس، وأجيال اتربت على ده، وبالتالي بتتعامل بشكل مشوه مع مفاهيم محتاجة تصحيح، ونبدأ كده من أول وجديد وعلى صفحة جديدة. صح يا جماعة، الموضوع مش كده. دكتور شريف أبو فرحة، بشكر حضرتك وبشكر مداخلتك في ساعة معنا. شكرا لحضرتك. شكرا. اللي أقول دايما بتكون أول ما بتبقى موجودة أو بتتولد بتكون صفحة بيضة، صفحة بيضة مفيش فيها لسه أي حاجة، إحنا اللي بنسجل فيها وإحنا اللي بنكتب فيها السطور. تخيلوا ما يكون العقول إحنا بنكتب فيها وبنسجل فيها إن المرأة ناقصة عقل ودين. تخيلوا ان احنا بنطلع اجيال هو ده نظرته للمرأة، هو ده نظرته للست. انا بعتبر ان كل المشاكل اللي ظهرت في الفترة الاخيرة، سواء من تعدي الرجل على المرأة بلفظ او باليد، او المشاكل الاجتماعية اللي بتحصل داخل البيوت وعدم احترام الموجود بين الطرفين، اساسه إن النظرة دايما للمرأة ما بتكونش بالشكل اللي المفروض تكون عليه. الإسلام إدى كل الحقوق للمرأة، إداها قيمتها وقدرها وكيانها، وإنها مسؤولة وإنها راعية، وإن هي كتفها بكتف الرجل وسند ليه، وهي أساس الأسرة وأساس الحياة. إزاي ناخد جملة ونفضل نكرر فيها ونعيد فيها ونتكلم عليها بشكل قوي، ونوجهها سلاح موجه ناحية الأنثى لمجرد إن إحنا نقلل منها أو نقلل من كيانها؟ في حاجات كتير لازم تتغير. النهاردة يمكن عايزة أوصل لكل اللي بيشوفونا في ساعة مع نبال إن المرأة ليها قيمة وليها حقوق، وإن هي مش منتظرة إن هي تقعد تجري وراها، وإنها تدور على مؤسسات ولا تدور على جمعيات ولا حد ينادي بصوتها ويقول أنا ليا حقوق. حقوقك موجودة ولازم تعرفيها، ولازم تبقي عارفة إن الإسلام إداكي كل القيمة وكل التقدير وكل الاحترام المطلوب منك انك تطالبي بيها
تطالبي بيها بالصورة الصح وبالأسلوب الصح، لكن من كتر ما اقتنعتي إن المرأة ناقصة عقل ودين بقيتي بتجري تدوري على الحقوق وتدوري تاخديها ازاي وازاي يبقى في مساواة بينك وبين الرجل وهي موجودة في الأساس. محتاجين كل فرد يغير من فكره ويغير من معتقداته ويغير من أفكاره عشان نقدر نعيش مع بعض في سلام. كل الصراعات اللي موجودة بين الراجل والست واللي مستمرة بشكل قوي كلها لأن كل واحد مفهمش قيمة الآخر، وهو ده اللي عمل المشكلة، وهو ده اللي خلى في حالة من الانهيار الأسري موجود في مجتمعاتنا. لازم نربي بناتنا إن هما مش ناقصات عقل ودين، لازم نربي ولادنا إن هما يحترموا المرأة ويقدروها، لأن زي ما قلت هي أخته وبنته وزوجته وأمه. كل حاجة في الإسلام كانت توصية رسولنا الكريم وصى بيها، وصى بالمرأة إزاي نعملها كويس، إزاي نحسن معاملتها، بر الوالدين، الأخت، الأم، الزوجة، كل حاجة علمها لنا، كل حاجة كان بتدل على قيمة المرأة وأهميتها. الكارت اللي كل شوية الراجل عمال يظهره للست لمجرد بس انه يسمع صوتها او يحس ان هي بقت قوية شوية ويقول لها لا خلي بالك انت ناقصة عقل ودين، لازم ترد وتقول لا انا مش ناقصة عقل ودين. انا معايا الدكتور عبد الله رشدي من علماء الازهر الشريف. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبه وبخير. وحضرتك بخير. دكتور عبد الله، حضرتك عارف الجدل حوالين جمله ناقصات عقل ودين، وفي مفكرين وفلاسفه بيقولوا ان مش ممكن ان رسولنا الكريم يقلل من المراه ويقول عليها انها ناقصه عقل ودين. رد حضرتك. والموضوع يا فندم مش تقليل، الموضوع هو توزيع للأدوار وفق المعطيات الإنسانية اللي ربنا خلق الإنسان عليها. ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. فاحنا لازم أولا نستحضر أن في فروق خلقية وخلقية بين الرجل والست، ولازم نستحضر ان مش كل عمل ينفع الست تعمله، ولازم نستحضر ان مش كل عمل ينفع الراجل يعمله، وان في امور بتخص كل جنس من الجنسين. لما نستحضر الكلام ده هنقدر نفهم جيدا ما معنى ناقصات عقل ودين. المراد دي ان المراه في قراراتها بتكون طيبه وعاطفيه اكثر من الرجل. الرجل فينا ممكن يكون قلبه جامد شويه، طب دي حاجه معروفه ما فيش انسان ينكرها لا راجل ولا ست. الست مش كده، الست عاطفية، تبكي من أقل شيء، تتصالح بوردة بشوكولاتة. إحنا الرجالة مش كده، ما عندناش الكلام دي ده. حقيقة لا بنتصالح بوردة ولا بشوكولاتة. خالص. أنا لو مثلا حضرتك لو واحدة صاحبتك زعلتك جابت لك وردة هتحبيها وهتبوسوا بعض. أنا لو جه راجل واحد صاحبي مزعلني جاب لي وردة وبس أنا هضربه. إيه اللي بتعمله ده؟ صحيح هزقه. ما ده بيتصرف تصرف ضد رجولتي، ضد شخصيته، ضد طبيعتي الجبلية اللي ربنا خلقني عليها. تمام. فهو ده المعنى. لذلك بقى حضرتك نقص العقل اللي اتكلم عليه سيدنا النجي ده معناه ان هي العاطفة بتغلب عليها، مش معناها ان هي مجنونة. ثاني انا هقول الكلام ده لان في ناس بتفسره غلط. تمام. معنى كلمة ناقصة عقل اللي قالها سيدنا النبي ان هي عاطفية، طيبة، حنونة، مش معناها ان هي مجنونة، ولا معناها ان هي انسانة عقلها صغير او عقلها على قدها، عشان في ناس فاهمه الكلام ده. فالفهم ده غير صحيح. لذلك عشان ربنا سبحانه وتعالى يا استاذه نبال خلق المراه عاطفيه، او خلق عاطفه العقل عندها، عفوا العاطفه عندها مسيطره على القرارات العقليه اكتر، عشان كده ربنا خلالها هي الحضانه، خلى دايما الاولاد بيروحوا لامهم اكتر من ابوهم. صحيح. خلى ثلاثه اضعاف البر والاجر للام اكثر من الرجل. خلى الرجل لو خلف ثلاث بنات او خلف بنتين او خلف بنت
واحسن اليهن زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: الكن له يوم القيامه حجابا من النار. بينما ما قالش الكلام ده كله على الرجل. فلما نيجي نقول الاسلام ميز الرجل عن المراه او العكس، لا، كل واحد بعمل الصالح بيقابل ربنا. انما في اختصاصات، انا مثلا ما ينفعش اشيل الست سلاح ولا هتلاقي على الجبهه زيك زيي، ما ينفعش اجي ابني عماره خدت بال حضرتك واجيب فوعليه ستات واشغلهم، ليه؟ دي مش شغلانتها. فلما كل واحد يعمل في الشيء اللي يناسب الجبله البشريه بتاعته، احنا جميعا هنستريح. طب دكتور عبد الله، ليه بعض الناس اخذوا المقوله او اخذوا الجمله وبداوا يوظفوها بشكل معين؟ لو احنا قلنا ان دول بيهاجموا الاسلام، طيب احنا كمسلمين ازاي احنا بقينا مقتنعين او جزء، يعني شريحه من المجتمع مقتنعه بالجمله دي ان المراه ناقصه عقل ودين، وبتبدا تهاجم المراه من المنطلق ده؟ هل ده لاغراض معينه يعني، ولا هو اقتناع فكري؟ لا، شوفي حضرتك، احنا انا برفض في تيار ماشي وتيار موجود من فترة اسمه الفيمينست، التيار ده أو النسويات، التيار ده بيعتمد على زرع فتيل أزمة بين الرجل والمرأة في المجتمع. صحيح. إحنا مش عايزين بقى التيارات دي، إحنا كلنا ربنا خلقنا الرجل لا يكتمل إلا بالمرأة، والمرأة لا تكتمل دون إلا بالرجل، ونعيش. يعني أنا ملاحظ بقى لنا فترة في المجتمع، أنا شايف الكلام ده وقريه كويس جدا، بدا يحصل ان في ستات او بنات بتكره الرجاله كده، وبدا يحصل ان في رجاله بيكرهوا الستات لله في لله كده. صح. تكرهها ليه يا عم الحاج؟ يقول لك هي كده. وتيجي تسال الست البنت: تكرهي الراجل ليه يا حبيبتي؟ هو كده. ايه اللي هو كده؟ دي امراض تم تغذيه المراه بها، وتم تغذيه الرجل بها، وتم العزف على هذا الوتر علشان يقنعوا المراه ان انت دينك بيضطهدك، وان انت مضطهده في الحياه، وان انت الجناح الكثير، وان انت من داس عليكي. فتطلع البنت معبأه بكراهيه واستفزاز. صحيح. تعب الراجل. يحصل بقى عارفه تصادم. احنا مش عايزين ده، احنا عايزين نزرع الالفه بين الجنسين. يعني عايزين يعني نزرع ده برضو دكتور عبد الله برضو جاي من التربيه من الاساس، ان الاولاد يتربوا بنظرة بقواعد معينة، بنظرة احترام للمرأة اللي هي أخته وأمه وزوجته في المستقبل، وإن المرأة تبقى شايفة حجم الرجل الطبيعي، والاحترام لازم يكون بين الطرفين. يعني في خلل بيحصل من التربية زي ما حضرتك قلت دلوقتي بالظبط. الكلمة اللي قلتيها حضرتك دي الخلاصة، مفيش بعديها كلام، هو ده الصح، هو من التربية يا فندم. لو ربي الولد والبنت ان الولد عارف البنت دي ايه والبنت عارفة الرجل ده ايه في الحياة، لو كل واحد طلع لقى بيته بيربيه على كده، مش هيحصل عندنا مشاكل. وان كل واحد دكتور يبقى عارف الدور بتاعه، ما ينفعش نبدل الادوار. الله يفتح عليك يا فندم، هو دي الاشكالية. احنا دلوقتي لما بدلت الادوار كثيرا، بقى في عندنا ستات مش ستات ورجاله مش رجاله. بالظبط. يعني اشكر حضرتك على الطرح الجيد ده والرؤيه الجيده دي، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يصلح الاحوال ونقدر نوصل رساله او حاجه ان شاء الله يا دكتور. وبشكر حضرتك الدكتور عبد الله رشدي من علماء الازهر الشريف. الله يخليك يا فندم، الشكر لله. اهلا بيك. زي ما قلنا، لو كل واحد فينا عارف الدور بتاعه، الحياة هتختلف. لا عمر الراجل هيبص للست على إنها ناقصة عقل ودين، ولا عمر الست هتشوف الراجل بشكل غير القوامة. في حاجة حصلت في المجتمع غريبة، في عدم احترام، في عدم تقدير لكل طرف من الأطراف. الجملة بتاعت ناقصات عقل ودين أخدناها زي سلاح، عمالين بنكسر فيها بناتنا وولادنا. إيه السبب؟ إيه السبب ورا كده؟ إيه السبب إن إحنا عايزين دايما يبقى فيه صراعات ويبقى فيه منازعات بين الأطراف وبين بعضها؟ إيه السبب؟ هل هي دي الحياة؟
هل هي دي الحياة اللي احنا جينا عشانها؟ احنا جينا عشان نعمل أسرة، عشان نعمل نعمر الأرض، عشان نعيش في سلام، مش عشان يبقى في حرب أهلية بين الراجل وبين المرأة. الحياة بقت شبه صعبة جدا، صراعات ملهاش حدود. يا جماعة، كلمة ناقصة عقل ودين بتتقال بصورة غير عادية لأي ست، سواء مرة بالهزار ومرة بالجد. الست بقى دايما عندها حالة من الدفاع عن النفس، وعشان كده بتهاجم الرجل بشراسة، لأن هي حاسة دايما إن فيها حاجة مش كاملة، أو إن الرجل بينظر إليها بشكل مش كامل. لازم نعمل توازن، لازم نفهم، وكل الستات اللي بيسمعوني النهاردة، إن إحنا مش ناقصات عقل ودين، إن إحنا الرسول عليه الصلاة والسلام ده كان تكريم لينا مش ضعف لينا، عشان نبقى نبص لنفسنا على إننا مش زي الرجل. الرجل والست في نفس الميزان وفي نفس الطريق. أنا بس عايزة يعني أسلط الضوء على موضوع الجمعيات، وعلى موضوع الستات اللي بتطلع وبتطالب بالمساواة، وإحنا أصلاً ديننا ادانا المساواة، وادانا الكرامة، وادانا التقدير، وادانا كل الحقوق. بدور عليها ليه؟ إلا لو أنا اقتنعت بالناس اللي بيقولوا الكلام ده، إن المرأة ناقصة عقل ودين. الكلمة يا جماعة زي السحر، ليها تأثير ملوش حدود. لازم ناخد بالنا من الكلام اللي احنا بنقوله واللي احنا بنسمعه لولادنا. مشاهدين ساعة مع نيبال، أشوفكم بعد الفاصل. عافية ذوق مش هبان ضعيفة، ولا عمر الملكة أبدا هتكون وصيفة. حقوقك أنت اللي بتعمليها، أنت اللي بتحافظي عليها. لو في حد جار على حقك في يوم من الأيام، دوري على غلطتك إيه، ودوري أنت ما شفتيش إيه، شفتيش ايه من حقوقك. زي ما قلت ان الست عماله تجري في الحياه تدور على حقوقها وتدور على المساواه ودينها ادهولها. لا احنا محتاجين نجري، ولا محتاجين جمعيات، ولا محتاجين مؤسسات، ولا محتاجين حد يطالب بحقوقنا، لان احنا اللي المفروض نطالب بيها. لازم كل أم تربي ابنها وبنتها على احترام الآخر. لازم الولد يطلع بفكر إن المرأة شيء له قيمة وأهمية، وإنه أساس صلاح الدين والحياة. والست كمان لازم تربي البنت من الصغر على إن الراجل له القوامة، على إن الراجل له الاحترام والتقدير. لو طلعنا نشء وطلعنا جيل، كل واحد فيهم بيحترم التاني، هنوصل لمجتمع سليم، وهننتهي من الصراعات والمنازعات لناس ما نعرفش أغراضهم إيه، عايزين بس يبقى في حرب بين الراجل والست. لازم نغير أفكارنا، لازم نغير نظرتنا، لازم نربي ولادنا على إن المرأة ليست ناقصة عقل ودين.
يعني أنا بتكلم بصوت ست وبقول لكل ست لو بتدوري على حقوقك لأنك أنت اللي تنزلتي عنها، لأنك أنت معرفتهاش من البداية. لو أنت فهمتيها وعرفتي قدرك وعرفتي دينك مديكي حقوقك إزاي من بداية حياتك، هتبقي عارفاها وهتحافظي عليها وهتدرسيها وتعلميها كمان لولادك في المستقبل. في حاجات كتير لازم تتغير، في حاجات كتير لازم تفكيرنا وعيوننا تتوجه ليها بشكل مختلف. ما حبيتش النهاردة القضية بتاعت جملة ناقصات عقل ودين إن أخدها من ناحية دينية، أنا كنت عايزة أناقشها من ناحية فكرية. ليه بندخل في منازعات؟ ليه بندخل في صراعات؟ ليه هتفضل في حرب بين الراجل والست؟ زي ما الدكتور عبد الله كان بيقول من شوية إن في ستات بيكرهوا الرجالة وفي رجالة بتكره الستات، مع إن البشرية قامت على رجل وامرأة. الراجل اللي بيقول إن الست ناقصة عقل ودين، لو ما كانش وجود الست ما كانش أنت كنت هتبقى موجود. الست سند وعون، هي أصل الحياة، هي عمود البيت. رسولك الكريم قال لك وقال استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء. يا جماعة لازم نشوف الموضوع بشكل مختلف، ولازم نبقى فاهمين إن إحنا عايشين في حياة مشتركة، حياة بين الراجل والست. لازم يبقى فيها سلام، لازم يبقى فيها احترام، لازم مفيش جهة من الجهات تقلل من الجهة التانية. في حاجات كتير اتغيرت في المجتمع في الفترة الأخيرة، أنا معرفش إحنا عايشين كده ليه وعايزين إيه. ما ينفعش الأدوار تتغير، ما ينفعش الست تاخد مكان الراجل والراجل ياخد مكان الست. ما ينفعش نقول الأحاديث ونوظفها ونمعن الكلام بالشكل اللي يعجبنا وبالطريقة اللي تعجبنا، ما ينفعش. إيه السبب إن إحنا بنفهم الأمور غلط؟ 90% من المشاكل بتاعتنا حتى في الحياة، بعيد حتى عن الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة، معتمد على الفهم المعاني غلط. بفهم تفسير الآيات غلط، بفهم الكلام اللي الفقهاء بيقولوه غلط. إيه السبب؟ هل السبب إن إحنا ما بنقراش، ما بنذاكرش، ما بنفهمش، ما بندركش معنى الكلمة؟ ما أنا زي ما قلت قبل الفاصل، الكلمة دي تأثيرها زي السحر، ليها قوة غير عادية. الكلمة اللي بتجبر بيها خاطر الست بكلمة طيبة بعد يوم شاق من العمل في البيت ومع الولاد، الكلمة الطيبة بتسندها وبتقويها وبتحسسها ان ليها دور في حياتك. تقوم انت تقول لها انتوا ناقصات عقل ودين، وتطلع ابنك ويبدأ يعمل حياة وهو نظرته كده للمرأة ازاي؟ النهاردة احنا بنقول او بنقدم دعوة من خلال ساعة مع نبال ان لازم نرتب عقولنا تاني من اول وجديد، لازم نبني عقولنا وعقول ولادنا بشكل صح، ان المرأة ليها قيمة وليها دور، ومن غير المرأة ما كانش هتكون في مجتمع ولا حياة. في حاجات كتير لازم ننتبه ليها، ولازم نبقى شايفين احنا رايحين فين وبنعمل ايه باللي احنا بنقوله وبالكلمة اللي احنا بنقولها.
أنا في ختام ساعة مع نيبال عايزة أقول بالنيابة عن لسان كل ست في مصر والعالم العربي، عايزة أقول أنا مش ناقصة عقل ودين. يا ترى وانت بتوجه الكلمة دي انت عارف معناها ولا بترددها والسلام؟ انا من سلالة خديجة ام المؤمنين وعائشة وفاطمة ومريم بنت عمران. ازاي تقولي ناقصة عقل ودين؟ طب قبل ما تقولي ناقصة عقل ودين قولي قبل معنى القوامة. انا ربنا خلقني ساعية، خلقني برجلين مش بأربعة. المرأة هي أساس البشرية، إذا صلحت المرأة صلح البيت وإن كان رب البيت فرعون، وإذا فسدت فسد البيت وإن كان رب البيت نبي، والاتنين من اختيارك. أنا بقول بالنيابة عن كل ست أنا لست ناقصة عقل ودين. صباح الخير.